وغيره وغيره. لكن واحنا بنتكلم مع حضراتكم هنروح للزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي دايما بيكون موجود في نادي الأهلي بالجزيرة علشان يتابع آخر الأخبار، وهنتكلم معاه عن أخبار النادي الأهلي. شريف برحب بيك، لكن قبل ما نتكلم عايزين نعرف وليد أزارو وما هي أسباب استبعاد وليد أزارو من القائمة النادي الأهلي لتستعد لمواجهة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله. برحب بك زميل عمر، برحب بزميل أمير هشام، أهلا بك يا شريف. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، خليني ابدا معاك بازارو. زي ما انت قلت لي ازارو عنده اجهاد، فضل الكابتن محمد يوسف راحته، فالنهارده ما شاركش في التمرين. انت عارف المباريات متتاليه ورا بعض كل ثلاث ايام مباراه، ضغوط عصبيه ونفسيه، اللعيب مطالب بتحقيق على طول نتيجه ايجابيه، ففضل طبعا الكابتن محمد يوسف راحته من تدريب اليوم، ويمكن هيكون باذن الله متواجد في المباراه الافريقيه يوم الجمعه المقبل. وايضا على الجانب الاخر كوليبالي عنده يمكن كدمه في انكل القدم، يمكن هيغيب يوم او يومين بكثير جدا، هيكون برضه متواجد باذن الله في المباراه الافريقيه المقبله. خليني اقول لك بقى، ابدا لك من الاخر وابدا لك بقائمه اللاعبين اللي اعلنها الكابتن محمد يوسف، ال 20 لاعب اللي دخلوا معسكر منذ قليل طبعا لاستعداد لمباراه الجيش غدا. يمكن الان لعيب الاهلي دلوقتي الان يمكن في العشاء، انا عارف المواعيد، انا مش معاهم في الفندق طبعا، لكن انا عارف المواعيد، هم دلوقتي في العشاء، وبعد العشاء في محاضره، وبعد كده على طول على الغرف للنوم. هيبدا بالقايمه شريف اكرامي، علي لطفي، سعد سمير، ايمن اشرف، احمد علاء، محمد هاني، باسم علي، هشام محمد، مروان محسن، مؤمن زكريا، اسلام محارب، كريم ندفد، ناصر ماهر، وليد سليمان، احمد ياسر ريان، السليه، احمد الشيخ، حمودي، احمد حمدي، محمد شريف. يمكن التدريب كان في الرابعة عصرا، كان في بدايه التمرين اجتماع حوالي اربع او خمس دقائق، اتكلم فيه الكابتن محمد يوسف، واتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره، اتكلموا عن التركيز في مباراه الغد، الحصول على الثلاث نقاط، الاداء لازم يكون اداء مشرف يليق باسم لاعبي النادي الاهلي، ما يلتفتوش للكلام اللي بيتكتب عن استخدام لاعبين فلان او فلان او رحيل لاعبين في صفقات تبادليه، التركيز فقط في المباريات، الكل له فرص المشاركه في النادي الاهلي الفتره المقبله، لسه ما خدش قرار مين اللي هيرحل، لازم تركزوا في هذه المباريات لان الكل له حظوظ في التواجد في الفتره القادمه في النادي الاهلي، عليكم فقط التركيز ثم التركيز ثم الاداء ثم الحصول على الثلاث نقاط التي لا تقبل القسمة على اثنين. نسال الله باذن الله ان يكون بكره التوفيق حليف لاعبي النادي الاهلي. بعد هذه المحاضره السريعه كان في تسخين واطالات مع الكابتن حسين عبد الدايم، ثم استرتشات صغيره جدا بالكره، والمفرح ان اجاييه بدا يشارك بصفه خلاص، اجاييه بقى مستعد استعداد كامل للدخول في المباراه. طبعا اجاييه هيكون باذن الله في شهر يناير موجود في الفريق بصفه اساسيه، لان اجاييه بيتمرن دلوقتي زيه زي اللعيب الجاهز. كان طارق سليمان على الجانب الاخر، شريف اكرامي وعلي لطفي والتمرينات، وبعد تمرين الحراس كان حريص الكابتن طارق سليمان يكون في جلسه مع شريف اكرامي، على طول الكابتن طارق سليمان قبل كل مباراه بيبقى في جلسه مع شريف اكرامي، وشريف اعلن النهارده جاهزيته لحراسه مرمى النادي الاهلي. يمكن في نهايه التمرين كان الكابتن محمد يوسف عمل جلسه مع ميدو جابر، انا يعني من متابعتي للتمرين توقعت ان ميدو هيكون خارج قائمة العشرين، والفعل ميدو كان خارج قائمة العشرين، اتكلم معاه حوالي خمس دقايق، الله أعلم طبعا غالبا هيقول له أنا بريحك علشان خاطر توالي المباريات، الاجهاد الفترة المقبلة، أنا عاوزك محتاجك أقوى في الفترة القادمة، ده توقع شخصي مني. الإصابات والتأهيل شغالين على أعلى مستوى، يمكن معلول عمل إشاعة النهاردة هو والشناوي، الشناوي المفرح إن في آخر فترة في التأهيل بتاعه بدأ يشارك في تمرين الكرة، ويمكن كابتن طارق سليمان كان بيصاب عليه بتصابات من مختلف الاتجاهات، وبدا الشناوي يتعافى، يمكن الشناوي في اقل من 10 ايام هيكون جاهز للمشاركه مع الفريق. معلول برضه باذن الله بنتكلم في اسبوع من اسبوع ل 10 ايام هيكون موجود باذن الله، قبل يوم 15 12 هيكون موجود. كابتن فتحي برضه كلها ايام ويكون موجود. حسام عاشور باذن الله برضه اقل من 10 ايام وهيكون موجود. محمد نجيب قرب جدا، يمكن صلاح محسن من 3 ل 4 اسابيع. صالح جمعه مستمر في البرنامج التاهيلي، الكل مستمر في التاهيل، الكل مركز، الكل
بيتمنى بكره باذن الله الاهلي حصوله على الثلاث نقاط في مباراه الجيش بكره باذن الله. بنسال الله التوفيق باذن الله. لو عندك اي تعقيب تحت امرك اتفضل. يعني انت يا شيف بسم الله ما شاء الله قلت كل حاجه وخلصت كل الاسئله اللي موجوده عندنا يعني قلت كل حاجه خاصه بالنادي الاهلي. انا بس عايز اساله على حاجه سريعا يا عمر. هو اتكلم عن صالح جمعه، عايز اطمن بس على صالح جمعه يا شريف بعد اذنك. التدريبات بالنسبه له ماشيه ازاي؟ هل هو دلوقتي في مرحله التاهيل مثلا البدني؟ الامور بالنسبه لصالح جمعه بالتحديد ماشيه ازاي؟ وكمان عايز اسال على عمرو جمال وعمرو بركات، هل بيادوا التدريبات بشكل جيد تحسبا لقيدهم في يناير، ولا الامور ماشيه ازاي بالنسبه للثلاثي دول؟ عبدالك من الاخر، عمرو كمان وعمرو وبركات الاثنين بيشاركوا بصفه اساسيه في التمرين اذا كان صباحي او مسائي، ومش عاوز اقول لك ان في تالق ملفت جدا للثنائي. يعني اي حد بيتابع التمرين اول مره يشوف الاثنين متالقين بشكل يدعو للتفاؤل، بشكل يدعو ان الاثنين دول هيكونوا باذن الله لو في حاله ضمهم في يناير هيكونوا صفقات سوبر للنادي الاهلي. طبعا بالنسبه لصالح جمعه، صالح جمعه بدن طبيا جاهز مليون في الميه، ولكن هو وزنه زايد سنه صغيره. بيتعمل له برنامج بدني على اعلى مستوى بيشارك فيه النهارده، داخل فيه تدريبات الكوره بدا يشارك فيها بكل قوه في تدريبات البدنيه الخاصه ليه هو لوحده. كان صالح جمعه يمكن اقل من اسبوع تتوقع شخص هيكون متواجد مع باقي زملائه في الملعب ان شاء الله باذن الله. شريف يعني بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ويعني اطلعتنا على كل ما هو خاص بالنادي الاهلي سواء في